يوجد في ألمانيا في سنة من السنوات طبعوا نسخة من كتاب الله وخسروا عليها، والأوراق مصقولة والحروف جميلة والمصحف مذهب، لكنهم نزعوا منه 3 حروف وطبعوا القرآن كله ونزلوا 1,000,000 نسخة أو 2,000,000 نسخة. ماذا فعلوا؟ عند قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ماذا فعلوا؟ شالوا كلمة غير، فكانت الآية كما يريدون: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، كأنهم يريدون أن يدسوا سما في دسم حتى يضربوا عقول المؤمنين، ويقولون: انظروا كتاب ربكم يقول أن اللي يتخذ الإسلام دين لا يقبل الله منه. من الذي اكتشف هذه الكلمة؟ طفل صغير في مسجد من مساجد المسلمين مع أول نسخة فتحها وقرأ، قال: وقف وقف، هو صغير طفل، قال: تعال هذا قرآن محرف، الله يقول غير الإسلام، ما قال الإسلام. ثم جمعت وأحرقت في يوم. من الذي حفظ القرآن؟ إنه الله. الله حفظ هذا النور. ووالله لو ترك الله أو جعل الله لنا حفظ القرآن لأضعناه. ولذلك لاحظ اليهود عندما حفظوا أوكل إليهم حفظه، ماذا فعل اليهود؟ نسخ الإنجيل، نسخ التوراة كلها محرفة. واليهود والنصارى عندما أوكل إليهم حفظ الإنجيل، لا يوجد إنجيل وإنجيل يتشابهان. أنتم رأيتم كتاب الله، أنتم شفتوا في المصحف طبعة رقم 10 مزيدة ومنقحة. هل القرآن إذا طبع نضيف عليه سور، نضيف عليه آيات؟ الإنجيل كل طبعة يزيدون عليه، وفي قسيس ينزل وفي قسيس يزيد، ونسخة لوقا ونسخة متى ونسخة، حتى أنك تضحك، حتى أن الذي يقرأ الإنجيل يضحك. وليس هذا هو الذي قاله الله ولا أنزله على نبيه عيسى.